آلاف الأسر تنتظر حوالات ذويها من المغتربين بصورة شهرية وأخرى موسمية كالأعياد الدينية وشهر رمضان. وفي ظل تضارب القرارات بين البنك المركزي في عدن وصنعاء، ثمة مخاوف لدى الناس بشأن مصير هذه الحوالات، خصوصا نحن الآن على أعتاب عيد الأضحى المبارك. فكيف ستتأثر التحويلات المالية بهذه القرارات؟ وما الذي يجب على المواطن أن يفهمه عنها؟ وكيف يمكن أن تكون هذه القرارات في مصلحة المواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقش إجاباتها مع ضيفنا في الاستوديو الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي. مرحبا بك معنا الزميل والأخ نجيب العدوفي. مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ قبل ما ندخل في تفاصيل هذه القرارات وتأثيراتها على حياة الناس اليوم، ما هو حجم الحوالات سواء للمغتربين وأهميتها للمستفيدين منها وكذلك على الاقتصاد الوطني؟ طبعا حوالات المغتربين خلال سنوات الحرب أصبحت هي المصدر الرئيس. يعني تجاوزت عائدات النفط والغاز قبل أن يتوقف النفط والغاز في أكتوبر من العام 2022. طبعا هي شكلت نقطة مهمة يعني في رفد الاقتصاد الوطني، أيضا في القيام بدورها أيضا في توفير أو كمصدر دخل للكثير من الأسر، فتقدر بحوالي التي تمر عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهناك أيضا تمر عبر غير الجهاز المصرفي الرسمي. فنتحدث عن التحويلات التي تمر عبر الجهاز المصرفي الرسمي تقدر في إحصائيات 2021 بثلاثة مليار ونصف المليار دولار، وهذا مبلغ كبير جدا من النقد الأجنبي. فهناك كثير آلاف الأسر تنتظر مثل هذه العائدات أو مثل هذه التحويلات كمصدر دخل، خاصة أنه يجب أيضا أن نعرج على أن المواطن أو مليون موظف فقدوا توقفت رواتبهم من منذ نهاية 2016. نعم. فكل هذه الأشياء باتت تشكل مصدر كبير ومهم للأسر اليمنية، لآلاف الأسر اليمنية، أيضا تشكل رافد اقتصادي للبلد، خاصة أن البلد يمر بأزمة كبيرة وهناك فقدان لكافة مصادر النقد الأجنبي. يجب أن نعلم أن النفط والغاز متوقف، أن أيضا السفارات الأجنبية الشركات الأجنبية غادرت البلاد، المنظمات الدولية أيضا عليها قيود، وهناك من الكثير من المنظمات لا تقدر على الدخول لليمن، وهذه كلها جميعها كانت تعد مصادر من النقد الأجنبي. فعندما ينعدم مصادر النقد الأجنبي فبالتالي يؤدي ذلك إلى انهيار العملة الوطنية، وهذا ما هو حاصل. فالعملة الوطنية الآن هي يعني تواجه انهيار كبير، لكنها أيضا لا زالت عند مستويات يعني قادرة يمكن إيقافها، لأنه إذا ما قارناها بانعدام مصادر النقد الأجنبي فسعر الريال أمام الدولار بيكون يعني أقل يعني أكبر من ما هو عليه. نعم. الآن نعم، يعني نجيب فيما يتعلق بالتحويلات أنت أشرت إلى أنها ربما مورد مهم جدا للاقتصاد اليمني وذات أهمية كبيرة، لكن إذا عدنا إلى أهمية هذه التحويلات للمواطن اليمني على المستوى الداخل والقرارات الآن الأخيرة فيما يتعلق بقرارات القرارات عدن الموجهة ضد التحويلات خاصة، وأنه يجب أن تتحول البنوك إلى 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 عدن، كيف يعني ترى التوقيت الآن خاصة مع زخم التحويلات الآن في قرب العيد مع الناس، كيف تتأثر التحويلات هذه مع القرارات؟ هل ترى التوقيت مناسب أم أنه ربما سيشكل ضرر على المواطنين في الداخل؟ طبعا هناك كثير من المخاوف لدى اليمنيين، وهناك أيضا في المقابل كثير من الشائعات التي تحاول أن تزعزع يعني ثقة المواطن وأيضا وتزرع لديه المخاوف الكبيرة. هذه القرارات طبعا ليست قرارات ظالمة وليست قرارات يعني تعسفية، هي على من؟ إحنا هي نقصد هي ظالمة. نعم. على من ولصالح من؟ نعم. أو ضد من؟ نعم. هي قرارات، هذه هي مهام البنك المركزي، لكن التسع سنوات من الحرب تخلي الحكومة تخلي الجهات الرسمية عن دورها جعلت الناس تنظر إلى أن الآن ما يقوم به البنك المركزي هو إجراءات تعسفية أو أنها خطوات يعني غير منطقية. في الحقيقة هي جزء من مهامه، وهي مهامه الأساسية، مهمته حماية القطاع المصرفي، إدارة السياسة النقدية، الحفاظ على سوق الصرف، هذه الأشياء كلها. لكن هل أيضا من مهمته أنه يحمي أنه المواطنين البسطاء الذين لديهم ودائع ألا تتضرر؟ يعني هنا القلق. يعني طبعا القرارات هذه جاءت متأخرة جدا، يعني
التوقيت يعني أنا أعتقد أنه جاء متأخر جدا، فكانت من المفترض أن تتم يعني خلال السنوات الأولى، لكن جاءت متأخرة وليس لها أي تأثير سلبي على المواطن. هذه القرارات بالعكس في حال طبقت يعني سيكون هناك انعكاسات إيجابية سواء على التحويلات الخارجية أو التحويلات الداخلية. كيف؟ سنفصل ذلك. طبعا يعني لا يمكن لأي بلد أن يكون أن يكون هذا البلد له رأسين، الذي هو بنك مركزي يعمل براسين. الآن البنك المركزي في اليمن يعمل براسين، رأس في صنعاء ورأس في عدن، وهذه مشكلة. عقدت عملية التحويلات، عقدت عملية أيضا سحبت مهام البنوك ومكنته لمن؟ لقطاع الشركات الصرافة ومحلات الصرافة. نعم. وهذا خلل كبير في القطاع المصرفي. القطاع المصرفي هو عمود الاقتصاد في أي بلد، وعندنا يعني نحاول أن نهدم المعبد يعني بمن عليه، وهذا غلط. يعني نحن هنا لا نتكلم أيضا لصالح طرف على حساب طرف آخر، نحن نتكلم بلسان المواطن وما هو واقعي وما هو منطقي. يعني يجب أن تكون رسالتنا تطمينية، وأيضا يجب أن يكون أيضا لنا دور في الوقوف مع ما هي خطوات من أجل مصلحة الوطن. الخطوة الثانية بما يخص طبعا البنك المركزي أصدر قرار بفرض عقوبات على البنوك، على 6 من أكبر البنوك في اليمنية، وهي بنوك مؤثرة ولها تأثيرها محليا وخارجيا، لكن هذه القرارات كانت كخطوة أولى عزلها محليا، القرار يفرض عليها عزلة محلية. إذن التحويلات المحلية لا يمكن أن تتأثر، لن تتأثر لأن هناك شبكة تحويلات محلية معتمدة وأيضا مشرف عليها البنك المركزي وأقرأ لها كثير من الترتيبات، فستتم عبر الشبكة المحلية. أما بالنسبة للتحويلات الخارجية لا زالت الآن الخطوة، لا زال البنك المركزي في عدن أتاح فرصة للبنوك هذه الستة بالتواصل مع الخارج حتى الآن من أجل أن لا تتضرر مشكلة التحويلات الخارجية. أيضا البنك المركزي بلا شك يعني فهو مؤسسة الدولة، فهو أيضا يمتلك الصفة القانونية، يمتلك الاعتراف الدولي، له تنسيقاته مع المؤسسات والبنوك الخارجية. نعم. وسيعمل أكيد بكل تأكيد على أن تكون هذه الحوالات التي تتم من الخارج تتم عبر الجهاز المصرفي الرسمي. يعني أنت أعطيتنا نظرة إيجابية حقيقة تطمينية بالأخص للمشاهدين اليوم اللي يواجهوا يعني صعوبات الآن، يظنوا أنه يمكن الحوالات الداخلية تتأثر. لكن خلينا نتكلم كمان على الجانب أو الأضرار من هذه القرارات، كيف ستؤثر يعني هذه القرارات على المواطنين؟ طبعا أنا بتكلم عن الأضرار. طبعا الأضرار لا يوجد أضرار حتى الآن، الأضرار هو في حال تم البقاء على كما هو الحال عليه. يعني يجب أن نفهم أو نركز على نقطة مهمة. هناك أيضا يعني البنك المركزي يجب أن يكون موحد، يكون تحييد الاقتصاد تحييده عن الصراع، أن يكون هناك جهة رسمية هي من تصدر القرارات، هي من تصدر الإجراءات، هي من تصدر التدابير. لكن عندما يكون هناك بنك آخر ينازعك السلطة، فهنا تحدث الفجوة. هناك إيقاف التعامل بالطبعة الجديدة، هذه حدثت مشكلة، يعني اليمنيين كلهم يدركون ذلك. يعني أصبحت البلد تتعامل بعملتين مختلفتين في الشكل والحجم، في الحجم والقيمة. نعم. يعني هذه تسببت أيضا أن المواطن يدفع ثلثين المبلغ المراد تحويله، تلتهم شركات الصرافة شركات محلات الصرافة ثلثين قيمة المبلغ هذا، بحيث يوصل للمستفيد الثلث فقط. ما هي الأسباب؟ الأسباب أن البلد تتعامل بعملتين مختلفتين في الشكل والقيمة، لكن البنك المركزي أصدر قرار بسحب العملة القديمة طبعا العملة القديمة للعلم هي آخر طبعة للعملة القديمة كانت في 2006، يعني أنها عمرها إلى الآن 28 سنة، وعمرها الافتراضي للعملة 10 سنوات فقط. يعني أنت الآن تقول أنه هذه القرارات هي عبارة عن معالجات، هي معالجة وليست هي ربما ضد المواطن. نعم. أو ضد التأزيم الوضع الاقتصادي المالي في اليمن. طبعا المشكلة الأساسية هو أن تبقى مؤسسات الدولة بعيدا عن حماية القطاع المصرفي، عن حماية التحويلات، عن حماية المواطن، عن إدارة السياسة النقدية. السياسة النقدية منقسمة، العملة منقسمة، يعني إلى متى ستظل هذه الأوضاع؟ يجب أن يكون هناك حد لهذه المشكلة ويعني ورأب الصدع من أجل أن تستمر العملية، من أجل أن تنعكس ذلك على المواطن. فالكثير من الأزمات حدثت بسبب غياب مؤسسات الدولة، لكن إذا وجدت مؤسسات الدولة يجب أن يعني بالذات هذه القرارات كنا ننتظرها كل جميعا، يعني نعم. كنا ننتظر مثل هذه القرارات. هي ليست قرارات إجحافية وليست قرارات تعسفية، وأنا لن أدافع على أي جهة
أنا أدافع عن أننا أرى أن هذه الأشياء من مهام الجهة الرسمية، واجب عليها، يجب عليها، ويجب أن نحاسبها في حال قصرت في هذا الجانب. طب كيف يمكن أن يستعيد المواطن يعني الثقة بالحكومة وبهذه القرارات؟ طبعا المواطن خلال 9 سنوات كما ذكرت لكم سابقا أنه فقد كل شيء، فقد الأمل في كل شيء، فقد الثقة في كل شيء، حتى أصبح أنه مثلا في خطوات مثلا تقوم بها الحكومة لا يمكن يصدقها، لأن المواطن أصبح يعني يعيش في حالة تيهان، في حالة تمزق، في حالة يعني تضارب قرارات، تضارب توجيهات، تضارب إجراءات. المواطن أصبح غير قادر، لا يعرف أين موقعه من هذه الأشياء. المواطن يجب أيضا استعادة ثقته. المواطن لا يعني غير قادر أيضا على تحمل المزيد من الأزمات. المواطن الآن يريد أن تبني معه ثقة، أن يرى الوضع مستقر، أن يرى الموظف الحكومي يستلم يرى الموظف الحكومي يستلم راتبه، يرى الخدمات متوفرة. يعني المواطن الآن يدفع يعني يشتري الخدمات بنفسه، يعني أصبح هو الدولة، المواطن أصبح هو الدولة الذي يوفر جميع الخدمات، يوفر الماء، الكهرباء، التعليم، الصحة، كلها يوفرها لنفسه. يعني في حين أنه منعدم الدخل، في حال كان هناك توفير لهذه الأشياء، في حال أيضا وضعت الحكومة يدها على جميع موارد الدولة وأصبحت تصب في البنك المركزي وتم إعادة التعافي الاقتصادي، إعادة الخدمات، إعادة الرواتب، هنا المواطن سيجد أن يعني سيبدأ يبني الثقة، وسيكون هناك أيضا سيكون المواطن بجانب هذه القرارات. أيضا أنا أتمنى أيضا أن يكون بجانب هذه يعني هذه القرارات أن تكون مسنودة أيضا بالدعم الشعبي. الدعم الشعبي هو جزء مهم من لإنجاح أي قرار ولإنجاح أي توجه في صناعة النجاح لهذا البلد. نتمنى أن تكون هذه القرارات ربما فاتحة أمل خاصة من فقد الأمل ومن يرفع شعار ما ضر الشاة بعد سلخها، ما ضر الشاة موتها بعد سلخها، يعني حسب ما يقول المثل. لكن نتمنى أن تصب هذه القرارات في صالح المواطنين بدرجة أساسية للتخفيف عنهم وطأة المعيشة. شكرا لك الصحفي الاقتصادي. وكل عام وأنت بخير. وأنتم بخير. شكرا.